مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اعلان مسلسل فكرته عجبتني قوي، وفكرته مش بره الصندوق، بالعكس ده هي جوه الصندوق جدا، ومن اكتر المسلسلات الواقعيه اللي نازله في رمضان. وهو اعلى نسبه مشاهده لسلمى ابو ضيف وليلى احمد زاهر، وطبعا نجوم كتير. ولكن ممكن تستغربوا ان انا بتكلم على مسلسل زي ده، ولكن من وجهه نظري الفكره شدتني جدا جدا. طبعا حتى الاسم اعلى نسبه مشاهده، على فكره كان اغنيه كانت نفسي عمرو دياب اللي غنيها والله. اغنيه اكتبوا كده اعلى نسبه مشاهده هتلاقوا اغنيه، الاغنيه دي كلمات تامر حسين الحان عزيز تقريبا، وتوزيع توم كان عجباني جدا. وحتى كانت اسمها صايع كمان. ولكن المسلسل الاسم بتاع اعلى نسبه مشاهده ده بسبب، وهو فضايح السوشيال ميديا، فضايح التيك توك، وش مش مشاكل التيك توك، الحاجات اللي بتحصل والارقام الفلكيه والفلوس وكبسوا كبسوا والجو ده. يا جماعه اتمنى برضو يكون في سرد بشكل مفصل عن كوارث ومساوئ التيك توك، ولكن هي ممكن تكون سلاح ذو حدين. يعني اللي هو ممكن انت بتبين مساوئ، بس بتبين برضو ان الناس بتجيب فلوس بسهولة، فبالتالي ممكن الناس تتشجع على ده. ولكن انا ضد ده تماما تماما يا جماعة. يعني انا ما اعرفش، يعني انا ساعات بطلع لايف على تيك توك، بس بطلع لايف اتكلم، مش بطلع بقى ايه احط دي على وشي واعمل كيكة في دماغي ويعني ما فيش كده، واحاول بقى عينيا على عيون بوتاجاز والحاجات دي. انا بشوف والله حاجات، شوف حاجات كوميدية، وبشوف من فنانين كانوا ممثلين كبار يعني الواحد بيزعل عليهم. ولكن عجبني من التريلر سلمى ابو ضيف وليلى، ميكس بينهم حلو. التحدي بالنسبه لهم في حاجتين مهمين قوي. اول حاجه هو التحولات اللي جوه، من فرح لحزن لاكتئاب لصويت، الكلام ده كله ده عايز قدرات ممثل قوي، ده اللي هنشوفه في المسلسل. والحاجه التانيه هو الكاركتر ذات نفسه. بنتين دول من منطقه شعبيه، وتقريبا لا ليلى ولا سلمى من منطقه شعبيه، من منطقه شعبيه شعبيه يعني، فده برضه هيبقى تحدي كبير ليهم. هنشوفه في المسلسل، نشوفه في فيديو جديد. سلام.